كيف شكلها من جوا؟ طلع قد ايه هشه فخمه. اول شيء راح نحط الطحين، بعدين هون انت كمان روان نفس الشيء زي ما حكيت لك، هذا الاكل كان زمان على البركه فما في مثلا معلقه ومعلقتين ونص معلقه رشه زمان. انت بتحب اليانسون بتكثر اليانسون، بتحب الشومر بتكثر الشومر. يعني مثلا في ناس بيحكوا لي ما بحبوا المحلب معها بيعطي طعم ثاني، في ناس بيحكي لك ما بنحط مستكة، في ناس مثلا بيحكوا لي من فلسطين بيحكوا انه بيحشوها جبنه بيضة وبصير إشي اسمه مسفن اي ثينك، يعني كليا مختلف، نفس الحد نفس العجين بس بحطوا جواته جبنه بيضة. جبنه بيضة ها يس. حطينا كل المكونات الجافه، اليانسون، الشومر، حبه البركه، السمسم، المحلب، المستكة، الحليب البودرة، السكر، الملح، الخميرة. حلو. هسا بدنا نبسهم بعد إذنك روان. يلا على الماكينة عندك. تفضل. فبدنا نحط القطعة تبعت البس اللي هي. هاي هي. أول إشي. هاي بتبس اللي هي بتحرك الطحين مع الزيت من غير الماء. خلينا نعطيهم ضربه اول شيء نحرك المكونات الجافه مع بعض. اوكي هاي بديل البس اللي نحن بنعمله، بدل ما تبس على ايدك بتسويها على الماكينه. فبس نعطيها تقليبه سريعه، بعدين راح نحط الزيت شوي شوي. زيت الزيتون، زيت الزيتون، وكل مكان فريش اكثر كل مكان اطيب عندي. يلا خلينا، بدناش نعبيك يا روان، نحط شوي شوي. لا ببعد انا، لا تعبيني. خلص حالي واقوم انا لاني بصراحه كثير مش مازح الزيت. بروح هيك على رجلي بس تخلص نديني. هيك حطينا الزيت، راح نبسه مع الطحين. راح نحط نتفه الخل عشان نفعل البيكنج باودر. يلا. وراح نضيف المي عندي تدريجيا، ما في عيار معين قد ايه بتضيفه، بس خلي شوي يكون قوامها مش كثير سائل ولا كثير ماسك. ممتاز. خلينا نحط، راح ننقله احنا للجاط، خليه شوي عندي يتخمر. راح ادهن الجاط شوي زيت زيتون عندي هون. طيب خلينا ننقله عندي هون بس على الجاط عشان يرتاح، وزي ما بتعرفوا دائما العجينه كل ما كانت مرتاحه احسن او اكثر كل ما كانت عندي اطيب. فهلا راح نحطه هون. يختلف كل منطقة ومنطقة بتغير المكونات عندك، مو شرط يكون نفس الشيء. طيب احنا هلا هون ما عملته بالقالب تبعه صراحة عشان شوي صينية عندي صغيرة. فبدنا نعمل اكبر عدد ممكن، تقدر تسووه بهاي الطريقة. ايوه. راح ينفش عنا، راح نغطيه شوي هلا بما انه كان عم بيخمر عندي ساعة، بس نشكله او نقطعه بدنا نرجع نغطيه ونتركه 10 دقائق يتخمر عندي كمان شوي. راح نحتاج 5 كاسات طحين، 3 معالق حليب بودرة، نص كاسة زيت زيتون، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة شومر مطحون، معلقة كبيرة ينسون مطحون، نص معلقة صغيرة محلب مطحون، معلقة صغيرة مستكة مطحونة، معلقة صغيرة كركم، معلقة كبيرة سمسم محمص، معلقة كبيرة حبة البركة، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة خل، نص معلقة صغيرة بودرة الخبز بيكنج باودر، وزيت زيتون للوجه بعد التحمير. ممتاز.